طيب ايه اهم مكاسب الاهلي من المواجهه دي ذهابا وايابا؟ تقييمنا لمستر مارسيلكو او الاهلي مع مستر مارسيل كولر اللي لسه بقول تجربه طبعا لم تكتمل، لكن الحقيقه فكره ان الراجل يحقق العلامه الكامله انه يكسب بره ارضه يكسب هنا انه يجيب سكور يعني مع فريق قوي او فريق يعني يعتبر من اهم او اقوى الفرق في اللي بتشارك في دور ال 32 انه شباكه ما تستقبلش اهداف، بالتاكيد كلها مكاسب لمستر مارسيل كولر ودفعه معنويه كبيره جدا قبل بدايه المشوار. يعني كنت عايز اتكلم معاك بقى على كوره الاهلي مع مارسيل كولر في الماتشين دول، ازاي شفتها؟ اذا كان في يعني بدايات مؤشرات اهم الحاجات الايجابيه اللي شفتها كابتن ماهر في اداء الاهلي على مدار ال 180 دقيقه. بص احمد، الحاجات الايجابيه اللي بصراحه ساعدتنا على الاخراج الجميل دوت، اولا قرار مجلس الاداره بارتاحيه اللعيبه او راحه اللعيبه المصابين والمجهدين، ده كان قرار حكيم جدا جدا وفي وقت مناسب. صحيح، بدل نحس ان احنا بعيدنا عن الدوري فايه المانع ان انا اريح اللعيبه؟ فقرار يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ومع المدربين اللي موجودين، يعني ريكاردو وقتها اللي كان موجود، وكان قرار بصراحه فرق معانا بشكل كبير جدا. الراحه دي ريحت اللعيبه اللي بقى لها 3 سنين داخله بين دوري وكاس وافريقيا وبعدين منتخب وبعدين كاس بطوله عربيه وبعدين بطوله افريقيه وبعدين تصفيه كاس العالم. ايوه، ودخلت لك لعيبه تانية فورمه. بالظبط، يعني دخلت متولي او رجعت متولي، رجعت بعض اللعيبه اللي كانت محتاجه وقت ومحتاجه مباريات. ف يعني ده قرار كان قرار حكيم جدا فرق معانا بشكل كبير. القرار الثاني الايجابي يا احمد انك انت اخترت مدير فني للمرحله دي. عندك سيفيهات كتيره جدا اتقدمت باسماء وتواريخ والقاب لكن انت اخترت الراجل المناسب من هذه السيفيهات وهو مستر كولر، 61 سنه عنده خبرات الدوري النمساوي، منتخب النمسا، دوري الالماني، دوري اشتغل في الدوري الالماني، يعني عنده من الخبرات اللي تساعدك بشكل كبير جدا. ويمكن احنا جربنا مع مستر فايلر وقريب من هذه الشخصيه وهذه النوعيه وحصل نوع من الارتياح في اختيارنا الراجل ده. الراجل ده برضك من الايجابيات اللي تتحسب له ان اول ما نزل اشتغل الملعب، ارضيه الملعب والاجهزه والمعاونين والتقرير الطبي والتقرير الفني، وعمل ورشه عمل بشكل كبير جدا عشان عارف انه ما عندوش وقت. الراجل عايز يسارع الزمن. رئيس نادي بازل في سويسرا اعتقد في السادسه هنا في انترفيو يعني وكنت بساله لان انت عارف انه يعني فايلر لما جه مصر هنا ناس كتير قوي انتقدت اداره النادي الاهلي وقال لك ايه سويسرا دي؟ هي سويسرا دول عندهم كوره وبالتالي هتجيب مدرب من سويسرا؟ لكن الراجل لما مشي ساب انطباعات كتيره جدا عند الاعلام وعند الجماهير. يعني كاد يكون في اجماع على انه تجربه فايلر او نوفايلر من التجارب اللي كانت ناجحه جدا مع النادي الاهلي. لما كنت بكلم الراجل على مستر كولر وبقول له انه الاهلي يعني في الفتره الاخيره دي تاني تجربه مع مدير فني سويسري، فالراجل قال لي فيما معناه انه كولر يعتبر استاذ فايلر، يعني كولر يعتبر من المدربين السويسريين بما انك بتفكرني بفايلر يعني. فالراجل قال لك لا ده استاذ وقال لك ميزته كمان عن فايلر انه هادي. فايلر شويه كان عصبي كان عنيد لكن كولر اهدى كتير جدا من فايلر. لان السن برضك احمد 61 سنه والتاني كان في الاربعينات عندي الخبرات هنا اكتر فلازم يبقى في شيء من الهدوء. الحاجه كمان الايجابيه اللي الراجل اشتغل عليها اليوم الكامل اللي احنا يمكن طالبنا لو تفتكر يا احمد في كذا حلقه اليوم الكامل، اليوم الكامل ده استفاد بيه بشكل كبير جدا. اولا اللعيب بقى عنده انضباط في حته انه ينام بدري ويصحى بدري، عنده انضباط في حته التغذيه، عنده انضباط ان هو يحافظ على نفسه بشكل كبير. اليوم الكامل يقدر يصلح فيه الحاجات الدفاعيه، المشاكل الدفاعيه اذا كانت فرديه او جماعيه، يقدر يصلح فيه الحاجات اللي كانت احنا مفتقدينها في المباريات الاخيره وحته ضياع الاهداف بجميع انواعه من العمق من الاطراف. الحاجه الثالثه شخصيه الراجل يا احمد كمان شخصيه قويه، الراجل عنده نوع من الشفافيه والعداله بالنسبه للعيبه. ما عندوش مين اساسي ومين احتياطي، الراجل قال للعيبه من خلال اختبارات والمقاييس من خلال التدريبات المباريات الحبيه انا هيبقى عندي 3 فرق مش فرقه واحده، عندي 11 بيلعبوا وعندي 11 بيكملوا وراهم و11 اخرين ممكن يخشوا ويصنعوا ده الفارق. فالنهارده انت الراجل بيشتغل بعمليه التدوير الاحترافيه اللي هو من خلال استراتيجيته من خلال شغله من خلال فكره اللي بيفكر فيه. الحاجه الثانيه الراجل شخصيته وحبه للعيبه
وده الانطباع وصل للعيبه، فاللعيبه بدات تثق في الراجل وبدات تقرب من الراجل وبدات تحب الراجل. عايز اقول لك حاجه يا احمد، احنا طول عمرنا ال11 اللي داخل الملعب هم اللي بيحبوا المدير الفني، واللي ما بيلعبش طبعا مفهوم بيبدا بقى انت عارف بيبقى شايف ومتضايق وقال لك لا انا مش عايز المنظر ده، مش عايز اشوف الشكل ده. كل الناس هتلعب لان عندي اهداف، عندي 5 بطولات هلعب فيها. فمهم جدا ان احتاج كل ضفر لعيب منكم وكل لعيب هيبقى ليه دور ودور ايجابي من خلال هذه المهمه. عايز اقول لك ان كل ورشه العمل دي والطبخه دي هو نتاجها وثمارها مباراتين الاتحاد المسيري. ايوه طبعا جابر نادر كانت قلقانه جدا، اولا بدات تطمن على شخصيه الراجل، بدات تطمن على مباراه الحبيه، بدات تطمن على التدريبات اللي كان قافل عليها، ما حدش عارف الراجل ده بيلعب بطريقه ايه، الراجل ده بيفكر في ايه الراجل ده، فكان في يعني انغلاق كامل والناس قلقانه. لما رحنا بقى في المباراه الاولى مع الاتحاد المسيري في تونس بدات الناس تطمن، جماهير النادي الاهلي بدات تطمن بقى، شافت حركه اللعيبه، مش قصه مكسب بس كابتن ماهر، ده انا عايز اقوله يعني اللي طمن جمهور النادي الاهلي يمكن اكتر من المكسب. وانت كنت لغايه الدقيقه 90 متعادل، ولو كنت رجعت بالتعادل برضو مفيش مشكله، الدنيا كانت هتبقى فيها مشاكل، لانك انت طول المباراه انت الافضل، انت المسيطر، انت المستحوذ، ما بتفقدش الكره بسهوله، ما بتفقدها بتقدر تستعيدها بسرعه جدا. بالتالي دي برضه واحده من الحاجات اللي حصلها على على الفرقه في الماتشين دول، فكره قدره الاهلي على استعاده الكره بمنتهى السرعه. عندي نقطه مرتبطه بالانسجام، يعني في بدايه الحلقه كنت بقول انه طبعا الاداء اكتر من رائع والنتيجه يعني عظيمه جدا، لكن شايف طبعا انه لا اللعيبه وصلت للتوب فور، لا الراجل قدر يحط فكره او بصماته او يوصل طريقته بنسبه 100%، وحتى لو كان وصلها نظريا لسه عمليا ما اترجمتش في ارض الواقع. شايف ده محتاج قد ايه؟ وخصوصا انك انت يعني بتقفل صفحه افريقيا هنا، هتخش بقى في معجنه الدوري وانت عارف كابتن ماهر. عايز اقول لك حاجه احمد، يعني هو عامه علم التدريب بيقول بعد فتره الاعداد من 4 أسابيع لـ6 أسابيع. تمام. لكن الشغل الاحترافي بقى. أيوة. قيمه الراجل الهيد كوتش القوي اللي هو عنده رؤيه بعيده المدى، بيبان ملامحه وبيبان شخصيته من بدايه اول مباراه. فاحنا زي ما انت ذكرت كده، من اول مباراه بانت الراجل تقارب الخطوط اللي ما كانتش موجوده في الحاله الدفاعيه وفي الحاله الهجوميه. انتشار اللاعبين في الملعب، تحس ان لعيبه النادي الاهلي بالطول وبالعرض، انتشار جميل منظم بشكل كبير. بدايه الهجمه هو قال انا بحب العب الكوره اللي فيها تحضير من تحت، بحب العب الكوره الحديثه، الكوره اللي بضغط فيها على الخصم من قدام. فاجئنا ببعض اللعيبه زي متولي من بدايه المباراه، يعني احنا قعدنا نتكلم على التشكيله، قلنا ما حدش قال متولي، قلنا بين ياسر وبين ايمن اشرف وعبد المنعم كاساسي، لكن الراجل برضك عنده فكر، فكر في متولي. ليه فكر في متولي؟ انت شفت متولي ازاي في الماتشين يا كابتن؟ هاي هاي بصراحه. انت كمان متولي من اللعيبه الهاديه جدا، العقلانيه، اللعيبه اللي بتبدا الهجمه من تحت في الحاله الهجوميه اللي انت محتاجها بشكل كبير جدا. تعتمد عليه في بناء الهجمه، تعتمد عليه في بناء الهجمه، لان بناء الهجمه بيساعدك بنسبه 75% انك انت تقدر تروح تجيب جول. فمتولي كان مفاجاه بالنسبه لي. الحاجه الثانيه بالنسبه لسافيو في نص الملعب، شفنا الكعوبه البرازيليه والتحضير قبل اللعبه، وراجل شايف مين من ناحيه اليمين من ناحيه الشمال، الباصات الطوليه، الباصات العرضيه، كمان اندفاعه داخل ال 18 عنده نزعه هجوميه بشكل كبير جدا، وعنده احراز اهداف. يمكن باد لك في الجمله اللي اتعملت في المباراه الاولى، لعبها بدماغه، ضربت في البشير حارس مرمى تونس.